كل مرة أن يحقق اللقب على الرغم من الظروف المختلفة، للقاءات المختلفة، للنهائيات المختلفة، للنسخ المختلفة من البطولة، محققا لقبا كل شيء يؤكد بأن هذا هو أفضل فريق في كرة القدم في التاريخ بدون أدنى شك. عندهم ثقة غريبة يا كابتن محمد، ثقة في الفوز وثقة في البطولات غريبة جدا، فعندهم شخصية البطل وإزاي يفوزوا بالبطولات. يعني أكتر من أندية معينة، أكتر من أندية في أوروبا كبيرة اسمها كبير، فالولاد الحاجات الصغيرة دي، التفاصيل الصغيرة، يبص على الشمال ويبص يمين، وواحد واخد خمسة، واحد واخد ستة، واخد ثلاثة ضرب، هلا من إيه؟ ده أنا أخش في الحديد. وزي ما قلت لك الأندية بتوصل للنهائي تقدم أقصى ما لديها عشان تفوز باللقب. دول قدموا 25% من مستواهم، فازوا باللقب. فدي قمة كبيرة وشخصية كبيرة، وهنقولها 100 مرة، شخصية لا تشترى. الشخصية دي بتكتسب بره الملعب قبل جوه الملعب.